نير الوحي يسري ونور مؤذن ببزوغ فجري. سلام من جميل الوحي يسري ونور مؤذن ببزوغ فجري. وبدر قد أضاء دجى الليالي وبدر قد أضاء دجى الليالي ونهر من جنان الخلد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فصل عن النسخ: رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينوى إلى المستند. ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتداه جل الناس. والنسخ بعد الذكر مطلقا ورد. والنسخ للنص بنص معتمد. والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب. وينصف بما له ثقل وقد يجيء عاريا عن البدل. والنسخ من قبل جاء عن في صحيح النقل وجاز بالفحوى. ونسخه بلا أصل وعكسه جوازه جلا. ورأي الأكثرين الاستلزام وبالمخالفة لا يرام. وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد. ويجب الرفع لحكم الفرع إن حكم أصله يرى ذا رفع. فصل النسخ هذا محله ومبحثه: نسخ حق اللغة وحل يرى هذا الإزالة وحكل لي يرى هذا النقل شيء لبابئي لزولي نسخت الشمس والظل ولي يرى هذا حق اللغة ومعنيه سوليبا وأسلسا. نقل قال والي هذا شيء مال انت لقى قاضو مالك لان لقيه. نسخي والي هذا شيء هو ماشي اثرتي ساكوسكناته دي اي تشرودو سدا انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. حق اصطلاح مصنف كاسو وضع رفع هو نسخ رفع قادد وي الحكم الحكم لقاضو او بيان الزمن اما زمن عدين تي وي بمحكم القران قران كمحكم كي لو رفعيو اما لو عديو أو بالسنن أما سنة لو رفعية أما لو عدية. نسخ وحليل هذا حق إصطلاح أصوليين ته رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه سدا هي لو تعريفية. رفع حكم شرعي حكم شرعي وإلا قاضى تعريفك جمهور أي وضعته ويانا وفي عن بخطاب شرعي خطاب شرعنا وإلا قاضى متراخ عنه خطابك سو كدن بيي كلا رفعني كلا رفعني وينه الرجي رفع حكم شرعي حكم شرعي قاضي تانكي وحل قاضي حكم شرعي هدوس رهين براءة الأسلية أي تاي نسخ لما يره هدو أو صلاة هاي أنت أيام واجب واجي هوري ده وح صلاة واجب ما يرهين أركي لو واجب يلا ده ما يو صلاة هاي وجوب كده وح النسخي براءة الأسلية ضاهيت وهاي حكم شرعي ما هين رفع حكم شرعي بخطاب شرعي خطاب شرعي وائل قاضى وحبحية محوها بزوال بزوال محل الحكم حكم كان محل كيسة هدول حكم كي شرعي أكر نقضي يعني خطاب شرعي وكدم بي حكم كمؤسن قاضي حكم كي هو رفع اسمي وقاضي وحاس قاضي حكم كم مكان كيسة يا محل كوكوت تعلق لها أيام اللواهي. مثال روح مكلفها أيام انتي تكليفتي ويكزوشي زولي داس حكم شرعي ما هي محل كي تكليف كوفول لها يا زولي اي وي سدا وحا واجب وجهك غعمها الا دقو غعنت يابا هلكا لغا غوي هدي لغا غوي غعم بينا دقدو كو واجب ميسو معين كو واجبين دي محل كي كو تعلق لها حكم كا يا زولي بمشى كبحي كاس النسخ لما يراهدو. تعريف لبات او بعض الاصوليين اي كو تعريفينيان وحي ليهن وحا لا يراهدا نسخ بيان انقطاع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخ عنه حكم كي شرعي ها انو ضماده وقتيسي وقتي لوغو تلاغلاي انو ضماده عدين لا عديو لوغونا عديه خطاب شرعي كدنبيه وي وحي ليهن حكم كي شرعي ها لما رفعينين حكم كي شرعي ها مركو ربي سو دجييبا موقت بوها annaga u bunaga qarsooraya xukunka sharciiga waligi in lagu cabal falo looguba tala galay waqti gaar ah aad ayaa lagu tala galay khidaabkan sharciiga wuxuu cadeeyay waqtiga lagu tala galay oo waqtiga inuu dhamaaday xukun kale lagu bedelay arrinkaas oo tusinaya
خلاف اسكلف ذي ويانا خلاف وين كبشرو رفع هو نسخ رفع كريالد ويا الحكم الحكم الله كريالو أو بيان الزمن أما زمن عدين توي بمحكم القرآن القرآن ككيس الله سجى لجو كريالو أو بالسنن أما سنة لجو كريالو بخضام شرعي تويانو وح وحرف عنا يا وقرآن أما السنة وحكروا وحرف عنك رام الجرام نسخ كروا فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينما إلى المستند ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس فلم يكن نسخ ماها حاصلا مذكر دعية بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينما ولا نسبين إلى المستند إجماع كل وثيرين يا لون نسبين ومنع نسخ النص نسخ ديد الذي ذو بالقياس الو نسخه هو كالذي كوي ارتضاه أي كراضي النقدين جل الناس على وضع بديقه هل كان يوحك هذا يا مصنف كواحة وحنسخة يا وقرآن أما السنة بمحكم القرآن أو بالسنن أرنغا سوسيعة دي يو الدلة شرعي لقاته أحكامت لقاته إسلامار كان متفق اللقوية هاي وحاكم ده إجماعة إيا قياسك الله وضع من الوحمن نسخه واحة وحنسخة وقرآن أما السنة إجماع وحمن نسخه قياسنا وحمن نسخه سبب كان واحة ويان إجماعة يا نسخ تعارض بابا كدحية وسيده وكدحية وحي تاي إجماع ما بحصل يو رسولك أنتم نورا عليه الصلاة والسلام وإجماع وح لازم بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام نبي مارك أنت كذب أيو إجماع سروباية إجماع سيد عنكم ماري دوم صنف كابكيني دوناي إجماع ما بسروبي كلا رسول كنور نسخ الرسول كور أنت ما بدي عكره والنسخ وح وحنسخ ورسول هذول إنتا نسخ مسروبيو، هي نسخ مر هدوس مسروبيين الرسول كون دنتي، إجماعنا وسنسروبيين الرسول كون نلدم بسوا إيمان كريان، لكن إجماعه حنقون كريا، دليل تسينا يا ناسخ، وإجماع ما جنت ممنا حصل يو إلا إنه كتير صدر نص مويه، هذبا هدي على ركتون نص لجرب مري، أما علماء إيسون نقلنا يا نسخ كان منسوخ ويا بالإجماع. إليهن بالإجماع وحولجي إذا إجماع وح من نسخه إجماع النسخي وكثير سنة كاسة وح نسخه هاي ركوا عليه هذا الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولكن يدل على الناسخ إجماع وح من نسخه لا برا نسخه لكن ناسخ بوتسكره والناسخ إنه بيش كجرو أيو الدليل إنه قنكر ياي وتسكره مويه سوى حرام من نسخه لا برا نسخه الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولكن يدل على النسخ قياس قصيد وكله لو النسخ هو إحنا ما نسخه أو قياس ناسخ من نقضه سبب كواح ويان نسمل ويا لا قياس ما بلا استعماله كرو أو قياس وح بلا استعماله أمر كي نسله ويا يدو النس الله هيو قياس الله استعماله واحد عيما هن قياس يا النسخ ما دام النسخ وحوق بدن يجي قياسنا على استعماله كري النسخ جوجا هن النسخ كحوق بدن أيو نسخ هيا وحسورو بكرم ما حتى قياس دالي من نقول كرو إجماع وحب النقول كرو دالي تصين يوم ناسخ إنه ماشي كجرو قياسك حتى دالي من نقول كرو أو علي هذا القياس لا ينسخ ولا ينسخ ولا يدل على ناسخ ناسخ من نقول كرو منسوخنا من نقول كرو ناسخنا حتى دالي ومن نقول كرو قياسك أنت سوق هذا ليه فلم يكن نسخي موصنا هان بالعقل حاصلا مذكر دعية بالعقل عقل مذكر دعية أو مجرد الإجماع أما إجماع كل أمر كل عيو مجرد الإجماع هو لا يعي إجماع ما شو كتير سيء هي ناسخ نكرت وقولا أصغر بعضينية بل ينما نسخ وحلون نسبيني إلى المستند إجماع كل كتيرنا يا لون نسبيني ومنع نسخ النص نص نسخه دي دل دي ذو بالقياس الغن نسخه هو كالذي كوي ارتضاه أكره هذا النقدين جل الناس تقول ماذا بدي قولا قارير أقول والنسخ بعض الذكر مطلقا ورد والنسخ للنص بالنص المعتمد والنسخ بعد الذكر القرآن كغيركي نسك غيركي نسخه لا نسخي ولد وصار ور مطلقا حاليه والنسخ نسخيت للنص النص لا نسخه بالنص النسك للغن نسخه معتمد مثل عسكر يوي والنسخ نسخيت بالآحاد آحاد وحلو نسخه للكتاب كتابنا لا نسخه ليس ماها بواقع مثل على الصواب صواب الدشي بكل عيما هل كان يوحو كهذا يا مصنف رحمة الله عليه نسخ سيدي سبا واحد جروي قال يهود بعض كم ذي أيادي دانو نسخ وحسوروبي كرماء إليهن
waxayna leeyihiin bida wax la yiraahdo kada ayaa ka ayaa ka xasilaya oo hadii la yiraahdo nas baa la nasaxaya macnaheedu wuxuu noqonayaa leeyihiin heen naska rabbi markii uu soo dejinayay inuu naskani haboo yahay ee umada in loo soo dejiyo lagu waajibiyo ama laga xarimo inay munaasib ku tahay markii hore rabbi muusan garanayn mar dambe dib ka ogaaday markuu ogaado nasaxay taas ka dhalan heetana waa gaalmi wax suurobayo maaha mar haday intaas suurobayn wax nasax la yiraahdo maba suurobayo بعد يهود كم إذا سيدايري يهود وإذن ما قبته بعض الوي وحكى جرى لما أركان نسخ واقع وي جائز بالعقل واقع في الشريعة عقل جوا كوب الناي هاي شريعة ذا واقع دعاه أو شرائع دي هري لحظة إذا وي نسخ جرين شرع شرع كلا نسخ هو دع جرتي شرع كان مبدا محمد دي ذا هاي سطور النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام الأسود جينا شرع شرائع دي كور رئيس النسخي asaga dhaxdiisana waa isna saxa oo aayad aayad ay nasaxi iyo quraan quraan ee sunna sunna ay nasaxi iyo quraan iyo sunna isna saxaya iyo waa jiraana wax jira way sida ay u jeeda waa misraaca hore waa baytka hore baytka labaad wuxuu ka hadlaya nasaxu aqli ahaan wuxuu ka waxa ka suurowda nasaxa iyo mansuuxa marka la eego afar xaalo quraan inuu quraan nasaxo sunna inay sunna nasaxo quraan inuu sunna nasaxo سنة إلى القرآن والنسخ يعني سنة واحد نسخ وقرآن بين نسخ أفرت حالة كسرودة أفرت حالة قرآن إلى قرآن نسخ يو سنة سنة إلى نسخ والإسلام أقولي خلاف كبتشو قرآن إلى سنة إلى نحو ضم إلى نسخ كريان أو قرآن سنة من نسخ كرا سنة سيا قرآن ما إلى نسخ كرا بعض العلماء تهديدا إمام الشافعي ما كم ذا وإمام الشافعي رحمة الله عليه وحليه قرآن لن نسخ أو سنة إن سخي، أما سنة لنا سخي أو قرآن أو نسخي وحجر ما. هدي على ركض وح نوع أوير إجنا، أو سنة لنا سخي أو قرآن أو نسخي. لازم سنة كلو نسخي هاي سنة ذا سبيش مجرد. قرآن أو منسوخ أو لنا سخي سنة نسخي هاي. ما يا حقيقة هان سنة ذا من نسخي هاي سي لازم قرآن أو نسخي هاي. آيات كلو من نسخي هاي. قرآن سنة ذا نوح عضين هاي سون. آيات دي خلينا نسخهم بيعضين هايس أو آيات دي إما سوقتهم بيعضيني إمام الشافعي بقى كم ده مصنف كأنه يقول لي هاي قرآنكو سنة إنا نسخته ولا أقولي هاي لكن سنة دو إنا متواتر تاي لا قرآن هو هذا متواتر سوما سنة الناسخة كل نقول القرآن كان نسخ وإنا متواتر نقطة سنة هذا القرآن إنا نسخته ما أين دعين سأسولي هاي قرآن واد عدا إليه خلاف كسيجر أنت سوشيجيا ونسخ بعد الذكر النص غير كي إلا النسخه ورد وصو أروري مطلق الحالوية مطلق وحوجي ده مركا لنسخ يوم منسوخة بدل هالله سمعي أما بدل يا الله سمعيني انت الله نسخة بدل لقو بدلي أما بدل حتى الله ما سمعينين مطلق سيدا يوليشي ده متكا علوس هلو النسخه أما متكا كفوض هلو النسخه فرق مالي والنسخ بعد الذكر نسخ غير كي نسخي دي ورد وصو أروري مطلقا حالو يهمد لا يطلق والنسخ نسخ للنس نسل النسخ بنس نسل الغو نسخ ورد وصو أروري نسخ عسي وح نسخ يا قرآن يا سنة متكو دورها النغو والنسخ نسخ بالأحاد أحد وح الغو نسخ سنة أحادة للكتاب قرآن الله نسخ ليس معها بواقع مدرع على الصواب سنة صواب كامت كل عين معها وينسخ الخف بما له ثقل وقد يجيء عاريا عن البدل وينسخ النسخ يا الخف مدفدد بما شيء له ما يوصقنا ذي ثقل عريس وقد يجيء إنه يما داس ذا عاريا حال يهمد قاوا عن البدل بدل كقاوا هل كان الله أرمض يشيق يا يو أرن كوروع ويان ناسخ يا منسوخة حق عمل فلك يا قبشد اسكو مدى يهنا يا سورو ذا ومد مد كعلوس أسنجرين ناسخة إنو علوسي هي منسوخة فدودي هي إيا سرودة منسوخة إنو فدودي هي ناسخة علوسي هي نوحد عكروي سد على العرب هو سرودة هدي هي اسكو مد يهين وتوجهي بيت المقدس لوجهي سنة يأيا لن نسخي قبل هذا إن لوجه استالو النسخي صلاة هيا لماذا التوجه كلمة عصلة واسكو مد انت هدا دجه سنة انت سيا واسكو مد مد كعلوس مالي واسميه مد فدود عيا ناسخة مد عروس أيانا ماشى لقى قاضي ولا الناس خي وابسيد غالب كوفرها بدل مثال
waayo hore waxa laazim aha jihadka halkii nin muslim ka 10 nin oo gaal inuu la dagaalo ka wana inuu ka qararmo ayan banaane arinkii sida aha waa la nasaxay waxaana lagu nasaxay halkii nin 2 nin inuu la dagaalamo he 2 nin uu la dagaalama ka fudud oo nasiixa fudud mansuuqo halkii 10 hal la dagaalo hal la dagaalama ka culus waayahay inkastoo taa nasaxnimadeeda la isku haysto waxa dhici karta nasiixa inuu culus yahay mansuuqo baa u fudud yahay taana waa dhacday quraanka waa ku jirtaa waxa kamida heen waagi hore islaantii zinaysato muxsinad iyo waxay doontaa han noqoto waa la xabisi jiray wallaati yatiil alfahishata min nisaikum fastashidu alayhinna arba'ata minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyut hal la xabiso ilaa ka dhimanayaan arinkii sida aha waa la nasaxay oo hadii ay zaniyadu ay hore u soo guursanin 100 jeedo in lagu dhufto hadii ay hore u soo guursatayna dhagax in lagu dilo heeka lagu bedela ka culus waay xabsiga ka fududa sida ayaa dhici karta bisraaca hore sida ayuu ku sheegay bisraaca labaad wuxuu ku sheegay xukun ayaa la waajibiyay faabit ahaayo sugna xukunkii ayaa la nasaxay hadii la nasaxay bedel in loo yeelaa ma laazim ba xukunka hadii la nasaxay mid kale in lagu bedelo xukunka kale qabta la yiraahdo ma laazim ba soo way dhici karta inta la nasaxo xukunkii meesha yaalay inaan bedelba loo sameynin musannifka way dhici kartaa buu yiri shaariixa waa diidan yahay laakiin waxaad moodaa in laga xoog badan yahay ma badna laakiin way dhici karta waxaa lagu miisaaliyaa rasuulka waagii hore calayhi salaatu wasalaam ruuxa munaajaat marka uu la sameynayo rasuulka inuu la faqo uu doonayo waxaa laasim ku ahayd sadaqa inuu soo bixiyo sadaqadii waa laga nasaxay waagii dambe ashfaqtu an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat iska daaya la yiri faraha ka qaada hee sadaqadii haddii la nasaxay bedel looma yeelin oo loo dhihin sadaqadii iska daaya ee ficiligaa kale qabta sadaqada daaya rasuulka marka aad la faqaysaa asaga ku salliya marka kadib la faq lama dhihin marka bedel looma yeelin taasaana raajix laakiin shaaricu waa diidan yahay wayansakhu alkhifu mid fudud ayaa wuxuu nasakhayaa bimaa shay lahu maaga u sugnaaday thiqalun culays waqad yajiu nasakhi inuu yimaadaa suurowdaa caariyan xalu yahay mid ka qaawan cali bedeli bedel ka qaawan wannasxu min qabli wuquuci alficli jaa wuquucan fii saxiixi naqli wannasxu nasakh min qabli wuquuci alficli ficliga dhicidii hortii la nasakho jaa wuu yimid wuquucan min jahati dhicitaan buu u yimid fii saxiixi naqli sooraritaan saxiixiisa dhexdiisana uu ku yimid yacni wuxuu leeyahay xukum ayaa la sharciyeeyey waa la waajibiyey ama sunnaa laga dhigay xukumkan xukum sharci buu ahaa xukumkii sharciga ahaa intaan lagu camal falin in la nasaxa ma bannaan tahay xukumkii sharciga ahaa intaan lagu camal falin inba la nasaxo la yiraahdo xukumka waa laydinka daayay faraha ka qaada ma dhici karta haa buu yiri musalif waa bannaan tahay jumhuurra qolka ay wataan waa kaa waxaana loo daliishanayaa nabiyullaahi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam ee wiilkiisa inuu gowraca la amray haddii la amray wiilkii inuu gowraco intuusan gowricinna waa laga nasaxay intuusan gowracin wiilkii wuu qalab qaaday waa diyaariyey inuu gowracu ku talagalay mindidii buu diyaarsaday intuusan gowrac weliba waa seexiyey birta inuu mariyo keliya u dhinnay waa laga nasaxay qolkaasaa raajixa khilaafaadkii ku jireena kitaabkii hore imtaa cuquulka si fiican waa kii usoo tafsiiliyeyo muctazila u badneyd qoladii diidanayd oo luquntii baa dhagab waxaa loo bedelay naxaas iyo maya wuu gowracay waa isku dhegta iyo waxaaba kuwii sheegi jiray lakin waxaas idil wax jira ma ahayn wannaskhu nasakhid min qabli wuquuci alficli ficliga dhicitaankiisa hortii la nasakho jaa nasakha wuu yimid wuquucan dhicitaan dartii buu u yimid ama waaqican xaal uu yahay masdaru munakaru xaala yaqaa wuquucan waaqican xaal uu yahay mid dhacay fii saxiixi naqli soo raritaan saxiixay dhexdii ku dhacay وجاز بالفحوى ونسخه بلا أصل وعكسه جوازهم جلاء ورأي الأكثرين الاستلزام وبالمخالفة لا يرام وجاز نسخ وبنايه بالفحوى مفهوم الموافقة لغو النسخة يكون بنايه ونسخه مفهوم الموافقة لفتس إلا النسخة بنا بلا أصل أصل كالأنت وعكسه دبقدي جوازه بنانيدي سائن جلاء موقتي هل كان يوحو كهذا saddex mas'alo mafhuum al-muwafaqa ku saabsan mafhuum al-muwafaqa naasikh ma noqon karaya
يعني مفهومك منطوق الناسخ ماها مفهومك الناسخة تام دعكر أو مفهومك عن نص نسخية نص مفهوم كيسا نص منطوق يس نسخية تام دعكر أرين لبات مفهومك اللفتي أنت الله نسخه أصل كي لقى فهمي إنه باقي هذا ما دعكر بيا مفهومك على نسخية أصل كي نواجهه تام دعكر تيجونه أرين سدحات أصل كي أيالا نسخي مفهوم كي رباقي وهي سدح مسألة وهي سدح لا مسألة فردية ذا إسقاب بدنيهين لا بد أن فردية ذا بدنيهين لكن مسألة ظهر وصحيح مسألة ظهر وعويان مفهوم ناسخي إنه النقض وانا عكر تختها وانا جائز وبرنان تاي قول أديدا وقول كدبوصو وذو ويان ورأيو الأكثرين الاستلزام ما يان أصل كي مفهوم كو استلزم يان كلا ما هريان قول بالي قول كامر كلا قبحو مفهوم كا ناسخ إنه نقض ويدع كرت وحين كم مثاليا وشارحه كم مثالي ليه ليل واجد الظلم يجوز عرضه وعقوبته حديث كاسي هدو آيدي آيد ولا تقول اللهم أفن كهرريي لما هو إنه كهرري هدو كهرريي إسلام كان لغو عمل فلي أو نن دين كا قبي يكون مرمرية بحين كري لحبسية لعقاب لمرية عرض يسمى اللغة دعي كدبنا آيات أن أي تبي ولا تقول اللهم أفن آيات مفهوم كده لقفهم يوم مفهوم موافقها معون قرية ده والد كإنا محوها دبعت اللي جارسين كرين دبعت إنا اللي جارسين كرين تال مفهوم كه وحول ناسخ وياي والنسخ يا ليو الواجد ظلمتي أو واجد كهدو والد ياي لما طاون كريو نسك عصير نسكاس منطوقي ساسيرا وحا نسخيا آيات مفهوم كيدي ومفهوم ناسخ نغضي سدا ايكم مثاليا ويهي ما دعي كرتا نسك أصل كي انت لن نسخو مفهوم كي نوجوه أما مفهوم كي ان لن نسخو أصل كي اوجوه وادعي كرتو يري مصنف لكن جمهور ودي ديهين وحونا شارحكم مثالين اسك فرضيادة وحليهي أيدي أحد ولا تقول لهما أفن أيدي أسي مفهوم كذا والد إنا الذي بكرين صومهان ها هداي دعي لهيت هداي سورو بلهيت إنو صو ما يندعين لكن هداي دعي لهيت نص إنو صو أرورو ده هي والد كهلا قراعو والد كهلا قراعو نص ده هي هدي له لها هن نص كاسي وحور نسخ لها مفهومك والد يلا قراع أنت مفهومك هن نسخ بيهان لي أوف إن لا يرى هذا حرام بأي أهل هذا أصل كي باقي واي واي هاي إسك فرديات بالعكس أصل كي نوس بأي إن منسوخ وياي مفهوم كي أنا باقي هاي ترى ما دعكرت لفت هذا فرديات وهاي يكوس بين يارو حليين ولا تقول لهما أوف إن حتى يدعي له هاي الناس إنه سوء أروره والد كأوف هل يرى هذا نس يرى هذا دليل هلا هي والدك أوف هل يرى هذا ولا تقول لهما أوف إن أي منسوخ أي ناسخ وأهل أي نسخ إلهي لكن مفهوم كي أها والدك يان لقراعين باقي بو أهل الله ورمي ورأيه أكثرين الاستلزام قول قدب المدائن وكفي عيه ورأسل كي مفهوم كي إسلازم يانيه وهذه أصل لنسخه مفهوم كي ورعي مفهوم هذه لنسخه أصل كي ورعي مفهوم الله نسخه يا أصل باقي أهل أصل لنسخه مفهوم كي وحجر ما أقول قدب المدائن وحب ريه وجاز نسخي وبرناناضي بالفحوى فحوها مفهوم الموافقة وجيدة ولبا لبدي سيقايب أو مفهوم الموافقة أولها أها مفهوم الموافقة مساوية أها لبدي ناسخ بنغن كرو وجيدة وجاز نسخي وبرناناضي بالفحوى فحوى وحلو نسخه ونسخه فحوها إلا نسخه مفهوم الموافقة إلا نسخه بلا أصل أصل لا أنت وأصل كي على نسخين يو عكسه أصل كإن لنا صغير مفهومك وباقي هاي جوازه بناندي سا إن جلا موقتي ورأي الأكثرين علماء بدن رأي هذا الاستلزام إسلازمين وي وأصل كا يمفهوم كإن إسلازم يانو مثل دي لنا صغير كان لا أراعيه وبالمخالفة لا يراب ولا يراب النسخ لو قصد مايو بالمخالفة مخالفة لو قصد مايو يعني وحو لي هاي مفهوم المخالفة ناسخ من نغن كريو ومفهوم مخالفة وحنا سقيا تامد عيسو وح وحبو نسقيا يمن نسقيا يشيخ هذا لقى هذا ليا مفهوم موافقة هوي
مفهوم المخالفة هو ما نسخه انت سوء هذا. وفي المخالفة لا يرام ولا يرام النسخ لو قصد مايو بالمخالفة مفهوم المخالفة وحلق النسخ من لو قصدي وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ وانعكاس مستبعد وهي مفهوم المخالفة مخالفها لها مخالفها يؤسقنا هذه تجرد قوني عن الأصل أصل كأقونا هذا في النسخ نسخ نحدي أقونا هذا وانعكاسه دب جد جينا مستبعد مثل فوق سنة يوي يعني وحول أي هاي وحد عكرت مفهوم المخالفة أرض مفهوم المخالفة ناسخ ما نقضوا حما نسخه تا حاجة يدك من عكرت مفهوم المخالفة هي إلا نسخه أصل كنا باقي هاي يا عكسي أصل كي إلا نسخه مفهوم المخالفة هنا باقي هاي طبعا عكرت أولا مفهوم المخالفة إنه باقي نقضه أصل كي لا يفهم ينا إلا نسخه تام سورو بيسو وتنولي هاي مستبعد مفهوم المخالفة باقي ويا لما نسخين أصل كي لقى فهم أي منسوخة تام سورو بيزو مسألة ذا كلا سورو بكرت أو أصل كي إنه باقي هاي مفهوم المخالفة أنا منسوخ هاي تاو حد عكروي مفهوم المخالفة يا منسوخ نقضي أصل كي لقى فهم أي باقي ويا لو عمل فلية وعكم إذا إنما الماء من الماء حديث فيها إنما الماء من الماء حديث كأوحى لقى فائدي سنة يا قبيس كوحو كواجباء كليئة مني هدي ايكاتي مادو مني روح ايكاتي مادو ايو قبيس كواجبي عدك لقبيس كواجبي عدك لكم واجبي ومفهوم المخالفة انت لقى كيري إنما الأداة الحصرية وإنما الأداة الحصرية مفهوم المخالفة هذا وحو نقرية كالا شيئا مذكور كحكم كإنه خاص كيهي غير كيسان حكم كأسن لو ذاكين قبيس واجبي ده بيها إماتن كذا مني ده إماتن كذا أيو خاص كويهي ويهي مفهوم المخالفة هي نوع عصاها يه قبيس كواجبي تان كي وح خاص كويهي مني إماتن كذا وح كلا قبيس كم واجبي يو مفهوم المخالفة هي نوع عصاها وحنا سخي أدلة كلا أو كمدي هاي إذا التقى الختاناني وجب الغسل لبذا ختانة دي إستابتان قال موشاه دي أي دعوه قبيس بواجبي هي إذا التقى الختانان وجب الغسل وح النسخية حصري لجفه مي إن ماذا أوها قبيس وح واجبين يا أوكلي من إمات كذا حصري مفهوم المخالفه يسه أي النسخي أصل كي من إمات كذا قبيس واجبين أنا باقي وي الله ما نسخين وأصل كي باقي وي لكن مفهوم المخالفه يا منسوخة سير يوجي ذا تاس رجع ويجب وحا واجبي الرفع ما يحوج إذا وهي مخالفة لها مخالفة أي أصغنا ذي تجرد كقوني عن الأصل أصل كأي كقوناته ومفهوم مخالفه كري انت لن نسخه أصل كي أباقي هاي في النسخ نسخ أي كقوناته وانعكاسه دب جدي أو أصل كي إلا نسخه مفهوم المخالفه باقي إنه النقضة مستبعد مثل فوقي سنيو ويجب الرفع لحكم الفرعي حكم أصله يراد رفع ويجب واجب الرفع نسخ يا رفعنا يا واجب لحكم الفرعي فرع حكم كلا نسخه إن يراهد الأجاد ويحكم أصله يراهد الأجاد ذا رفع كرنا قشم ذو صاحب هل كنا وحكا هذا يا قياسه حنقنا هاي أفرق نقوليه مقيس يا مقيس عليه يا حكم يا فرع حكم يا مقيس كفرع بالوية قلنا وكوح لو قياسنا يو مقيس عليه أنا أصل كوح لقى قياسنا يوي أصل كنوح لقى قياسنا يحكم كيسا وحكسونا ذي الدليل دليل ثابت أو قرآن أما السنة أما إجماع وحكسونا ذي مقيس عليه حكم كيسنا قياس كحكسونا نيا ويا مقيس كنا وحنجد مقيس كفرع أنا حكم كيسا قياس كحكسونا نيا هذا مقيس كان فرع أصل كيس مقيس عليه آه إن لا نسخه فرع حكم كيس أنا باقي هي مدعكر ما يا ما واحد سورة ما مقيس عليه إن لا نسخه واحد لقى قياسا لها ومنسوخ مقيس كي لقى قياس ته فرع هذا حكم كيس باقي وي مسورة بيس إنت أسوق هذا ليه ويجب واحد واجب الرفع رفع لحكم الفرع فرع حكم كي إن لا رفع يا واجب ومنسوخ النقض وقرما
إن يروى هدي لأغادو حكم أسله أسلك حكم كي يروى هدي لأغادو ذا رفع كرنق شمد صاحبة إن أداة شرطي وي فعل شرطي واحد فيها يراد الضمب أياتوسي هي يراد إلا جزمي وصماهن وحذف حرف العلة اللي جزميه حرف حذف العلم اللي جزميه لكن ضرورة النظم يا ألف تنضب اللي جيدي سدا والله كرساسا وفيعا ناسخ اللفتي سائيا في بعض الأحيان العمل هلين يا إيو قولوا حد شيخ شيخ ينوجه لكن وحكفي عن اللي يراهدو وحلو جازمك هو عمل فلي وفعلك هو جزميه مركو جزميه مقصود كي سيقو قاطي كذب وحذف حرف العلة اللي جزميه أي ضرورة النظم درت هذا ألف لو جيدي سداء اللي يرى هذا يا سورو بكرت والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك.